يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لكل متتبعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا إخواني الكرام. حلقة اليوم بإذن الله تعالى أردنا من خلالها أن نشارككم هذه المعلومة البسيطة، وهي طريقة تشريح دجاجة ومعرفة سبب موتها. فهذه الدجاجة هي من سلالة الجهورن الأبيض المعروفة بإنتاجها الجيد للبيض، وقد نفقت لكن لم نتعرف على سبب نفوقها، لأن حالتها كانت طبيعية ولم تظهر عليها أي أعراض إلا بعض الأعراض البسيطة مثل الانعزال عن بقية القطيع، وصراحة كانت طبيعية جدا. وقمنا بتشريحها لمعرفة سبب النفوق، وهذه هي طريقة تشريحها، وهي طبعا الطريقة التقليدية البسيطة. أولا نقوم بشق فتحة صغيرة في أسفل البطن دون مس ما بداخل البطن، ويكون التشريح برفق، ولكن للأسف السكين الذي قمنا باستعماله لم يكن حادا كفاية، ولأن عملية التشريح تكون دقيقة جدا في بعض الأوقات، لكن لظروف أحكام. ثم ندخل مقدمة الأصابع في الفتحة التي شققناها، ونمسك بالأرجل ونفتح، وكما تشاهدون تم فتحها بكل سهولة. أول ما نقوم بفحصه هو كبد الطائر، لأنه هو مجمع السموم، وتظهر عليه بعض العلامات التي تدل على تسمم الطائر وأسباب موته. ومن هذه العلامات انتفاخ الكبد أو ظهور بقع أو خطوط صفراء، وهذا ما وجدناه في هذا الطائر. وقد وجدنا خطوطا رقيقة صفراء، ووجدنا الكبد منتفخة، وأيضا وجدنا كيس المرارة منتفخ ومليئا عن آخره، وهذا يدل في بعض الأحيان على أن سبب الوفاة تسمم في الماء أو الطعام، وغالبا يكون في الماء. كما تلاحظون أن قناة البيض يعني بصحة جيدة وليس بها أي ضرر، وهذا هو البيض، مكان تجمع البيض أو قناة البيض، والأمعاء جيدة وشبه ممتلئة، وهذا يعني أن الدجاجة كانت تأكل بصحة جيدة. وهذه هي قانصة الدجاجة، قانصة نحن نسميها القانصة، يعني مليئة بالأكل، وهي أيضا ليس بها أي ضرر، يعني هذا يدل على أن الدجاجة كانت بصحة جيدة ولا يبدو عليه أي علامات المرض. لكن المرارة كما قلنا، المرارة منتفخة ومليئة عن آخرها. فالهدف من هذه الحلقة هو لابد عند نفوق أي طائر عندك في المزرعة إما أن تقوم بتشريحه ومعرفة سبب وفاته لتفادي أسباب الوفاة، أو أن تذهب بهذا الطائر النافق أو المتوفى، أن تذهب به إلى الطبيب البيطري، وهو الذي سيشرحه ويشخص لك المرض. وإذا لم تكن تعرف أو لم تستطع أو لم يكن باستطاعتك أن تذهب إلى الطبيب البيطري، يجب أن تسأل أي شخص تعرفه ذو خبرة، أن تسأله بعد أن تعطي له مواصفات الكبد أو تعطي صورة مصاحبة لذلك إن أمكن. كانت هذه حلقة لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وجزاكم الله خيرا على حسن المشاهدة والمتابعة. ويجب أن نتذكر دائما أن الفكرة هي المشروع، والعمل الجاد هو سر نجاحه، أما سر استمراريته ونموه فهو التخطيط المسبق وتنسيق الأهداف. يعني كانت هذه لابد أن نذكركم بها دائما عند نهاية كل حلقة. فهذا والله أعلى وأعلم، ونعتذر إن أخطأنا في إيصال المعلومة، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن الشيطان، والله الموفق لكل خير. وفي الختام لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لتشجيعنا على إيصال المعلومة والاستمرار في هذا المجال. وأيضا لمن أراد أن يتوصل بجديد القناة يجب عليه تفعيل خاصية الجرس، ولمن أراد أن ينضم لمجموعتنا على الفيسبوك سأترك رابط المجموعة في صندوق الوصف. وللعلم أن اليد الواحدة لا تصفق، لكن بتفاعلكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم وردودكم تكون لنا ولإخواننا المبتدئين عونا ونورا يهتدى به في مجال تربية الدواجن. فلا تنسوا التعليق في الأسفل للسؤال أو إغناء المحتوى. فشكر الله لكم مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.